كده. معنا الأستاذ صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. أستاذ صبري، يعني ما هو الوضع؟ الأب والأم دول اللي أنا بقول إن هم مجرمين، قالوا إيه في تحيات النيابة، وأنتوا إزاي دخلتوا على الخط كمجلس للطفولة والأمومة؟ مساء الخير يا ميس هاني، من تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. خليني أوضح لحضرتك نقطتين بس قبل ما أتكلم في الموضوع. أولاً، الطفل الرضيع لم يتوفى من الإهمال، إنما الطفل قتل عمدا من الأب والأم. قتل عمدا؟ أنتوا بتعتبروا ده قتل عمد؟ قتل عمد يا فندم، مفيش فيها كلام. أصح لحضرتك جزئية معلش تانية لو سمحتي لي، فيما يتعلق بتعديل قانون الطفل، مش محتاجين تعديل قانون الطفل في هذه الوقائع. اللي حضرتك قلتيه العقوبة بسيطة، حبس، لكن دي جرائم تعريض الطفل للخطر وجرائم تجاوز حق التأديب مباشرة. بس انا عندي هنا قانون الطفل اللي هو بتاع 96 اللي تعدل 2008، 96 معدل بقانون 26 الماده الثامنه بتقول لك يعاقب بكل من يرتكب انتهاكا في حقل الطفل بالحبس 6 اشهر وحتى 3 سنوات وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه. لكن ده لميس هانم بيتكلم عن حالات تعريض طفل للخطر منصوص عليها ماده 96. تمام. اللي بتتكلم على ان انا سبت طفل الشارع، خليت الطفل ينزل يتسول، خليت الطفل يلم عقاب سجاير، عرضت سلامته او صحته للخطر. دي كلها حتى ليست للقتل، لكن لما يتجاوز الامر لحالات ضرب عنيف او لحالات قتل، هنا بندخل في تطبيق احكام قانون العقوبات. ولذلك اليوم قبل ما اشرح لك التفاصيل، النيابه العامه منذ قليل امر بحبس المتهمين الاب والام، ووجهت لهم تهمه القتل العمد وفقا للماده 232 العقوبات، ودي بتصل احيانا من الاعدام لو ثبت فيها سبق اصرار او